بعض أهل العلم يقول إن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان، وعلتهم في ذلك ظاهر الحديث، حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من ذلك الرجل هل كان ناسيا أم ذاكرا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا لأن الجماع من أفعال المشاركة، ويبعد أن الاثنين كلاهما يكون ناسيا. ومن جهة ثالث ومعنى ثالث قالوا إن الشرع عد الجماع إتلافا، ولذلك فإن من وطئ امرأة لا تحل له فإن لها حق الأرش، لأنه حكم الإتلاف، فحينئذ الإتلافات لا يعذر فيها بالنسيان، هذا هو مشهور قول الفقهاء المتأخرين. ولكن الذي عليه الفتوى وهو الذي مشى عليه المصنف في غير هذا الموضع أن النسيان مسقط أو لا يكون مفسدا للصوم إذا فعل معه المرء أي من المفطرات ولو كان الجماع، ولكن المرء يدين في ذلك. نعم.